بعد انقطاع لسنة ونصف السنة بسبب الجائحة، عاد الراقصون في باحة في حي سان تيلمو التاريخي يتمايلون على أنغام موسيقى التانغو التي تصدح في بوينس آيرس. وتحت النجوم المتلألئة بالرغم من برودة الطقس خلال فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تؤدي جوقة المعزوفات مباشرة ما يضفي قيمة على هذه الميلونغا، حيث يتلاقى الموسيقيون والراقصون والمحترفون والمبتدئون. وفي التانغو يتم الرقص مع عدة شركاء، والأكثر استقطابا للراقصين هم هؤلاء الذين يتقنون الرقص بغض النظر عن عمرهم أو شكلهم، غير أن البروتوكول الصحي لا يزال يحظر راهنا تغيير الشركاء، كما لا يزال بعض هواة هذا النمط الموسيقي يفضلون ممارسة هذه الهواية متكممين.